مساء الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الدجاج معمر بالروز. غادي نحتاج ان شاء الله هنايا واحد طر ديال الدجاج يكون مغسول مزيان بالحامض والملحه ولا الزنبوع. انا غسلته بالزنبوع وقيت الزنبوع. هذه عندي نص عصير حامضه، عندي الربيع، عندي شويه سكنجبير، عندي الخرقوم، عندي شويه الابزار، الملح، عندي دمر الزعفران، عندي الزبده، عندي زيت البلديه. بسم الله على بركه الله غادي نبدا. غادي ندير الدجاج. غادي ندير الحامض، نص عصير حامضه، عندي سكنجبير والخرقوم معلقه معلقه، عندي الملح والابزار واحد طماط الزعفران، عندي الربيع، عندي شويه زيت البلديه، عندي الزبده، غادي نشرمل الدجاج. نخلط التشرميله مزيان، غادي ندخلها للدجاج. نشربو مزيان من الداخل ومن برا. تدخل فيه تشربو مزيان. غادي ان شاء الله غادي نغطيه بواحد السلوفان ونخليه ان شاء الله حتى الصباح ونعمروه معكم. من بعد ما بدات الترميله تجري وشربت الترميله ديالو مزيان، غادي نعمرو ان شاء الله بالروز. عندي الروز فوقته شويه الملحه وشويه الزيت وشويه الخرقوم، ماشي الزعفران، الخرقوم. ما غاديش ندير ليه القوام حيت الدجاج فيه القوام، غادي تشرب لك القوام اللي فيه. عمرو مزيان تدخل ليه الروز. نخشي ليه الجين ديالو. نجيب واحد الخيط وغادي نجمع به. نجمعو مزيان باش ميتشتت هداك الروز لي درت في وسطو.
هانتوما شوفوا اش يبان لكم. غنبقى ندور على الخيط. نقطع الخيط تاعي نعبدو ونقطعو. غادي ندير الدجاج في الكوكوت نديرو على واحد الجهة حتى يطيب ونعلقو على جهة أخرى ونجيب هاد الشرميلة اللي بقات ليا. أما غندير فيه لا ما لا والو غادي يطيب في الكوكوت بحال مشوي. ما غادي ندير لا ما لا حتى حاجة غير هاد العطرية نديرها تعصرم فيه ديك الزبدة والزيت والدجاج غيطلق لنا الماء يجي بحال مشوي. نسيت الكوكوت. واللي عنده كوكوت كتلصق او كتحرق دائما ديروا بقلة تحت منها تكون ثقيلة، ولكن ديما البوطة تكون مهيلة، دائما البوطة تكون مهيلة، ماشي تجهدي البوطة وتقولي لا راه تحرق ولا ما صدقش. نقصي البوطة، السر ديالو هو نقصي البوطة لحد المهيل وديري واحد المقلة ثقيلة إذا كانت الكوكوت تتحرق. إلا ما كانتش تتحرق كديري عادي كتخلي البوطة وكديري وتنقصي عليه. دابا ان شاء الله غادي ندوز نرفق الدجاج بواحد الرز. عندي هنا معلقه ديال الزبده كبيره، عندي الرز على حساب عدد افراد العائله، عندي معلقه مطيشه، عندي شويه الملح، شويه الابزار، شويه الخرقوم، ورق سيدنا موسى. انا عندي قشور ديال الكروفيت مبساهم وطحناهم كيجي في مذاق الحوت. عندي الربيع، عندي الفلفلة حمراء وخضراء، عندي شوية الصوجة، عندي شوية الزيت. غندير شوية الزيت وندير حتى تذوب هاد الزبدة ونرمي على هذاك الرز. دابا غادي ندير الرز كيتحمر نخلط. نشرب هاديك الزبدة والزيت. هذا نزيد عليه القوام والعطرية الأخرى اللي بقات. دابا نزيد الفلفلة نزيد واحد الجلفة الماء اللي تفقتها الخضرة. نزيد واحد الجلفة ديال الخضرة خيزو وجبانة سلقي داك الماء هو باش غادي نبلي. دابا غادي نزيد العطرية، عندي الملح، الخرقوم، شوية البزار، ورق سيدنا موسى، قشور الكروليت مطحونين. غندير شوية الربيع شوية الصوجة اختيارية. هنا عندي واحد المعلقة ديال منتشة الحك. غنزيد واحد الزفاف ديال الماء وغنغطي عليه حتى يطيب الدجاج. بعد ما طاب اللي بغى يخليه حتى يشرب ديك المرقة ديالتو هانتوما بلا ما اطلق الماء. اللي بغى يخليه حتى يتحمر في الكوكوت يخليه. انا غادي نهزو نديرو في الفران يتحمر واحد شوية وهاديك المريقة غادي نرافقها معاه. اللي ما بغاش غيخليه حتى ينشف من المرقة في الكوكوت، راه كيجي بحال محمر بحال دخلتيني في الفران. الرز بعد ما طاب الطبق ديالي بعد ما كملتو رافقتو مع شليدات والمريقة درتها في طبيسلات
نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.